اوكي اخوان، على ماذا حصلنا؟ على رافينيا كما ترون اخوان، يعني نسخة جبارة لهذا اللاعب، يعني سوف تحصلون على افضل نسخ هذا الباكج. اكتبوا لي في التعليقات اي لا في مقطعنا هذا اخوان، وكما ترون في عنوان الفيديو جبت لكم افضل واقوى ثغرة سوف تراها في يوتيوب لحصولك على افضل نسخ نجوم الاسبوع الجديد، يعني باكج اسطوري يستحق الفتح. يعني كل تسريباتي، يعني تقريبا كل النسخ التي توقعتها في تسريباتي للبارحة كانت حاضرة معنا، ويعني بالنسبة لافضل نسخ هذا الباكج لدينا اللاعب انغويسا، رافينيا ولويس دياز، بطبيعة الحال هذه نسخ يعني بوستر، وكذلك لدينا اللاعب فيرمان، تورام، ساوكوكو وماتيوس نونيس. اذا حصلت على نسخة من هذه النسخ فلازم تشترك مع اخي كريم، ولا نريد الحصول على باقي النسخ. صراحة الحارس بوبي حارس اسطوري، ولكن يا اخي كريم هناك الكثير من الحراس يعني يتغلبون على هذا الحارس. واول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند اللاعب فيرمان مرتين هكذا يا اخوان، يعني ركزوا معي، ثم سوف ننتقل عند رافينيا نفس الشيء، ثم سوف ننتقل عند اللاعب انغويسا مرة واحدة والاطلاع على احصائيته هكذا بالسريع، ثم سوف ننتقل نفس الشيء عند ماتيوس نونيز كما ترون. سوف ننتقل بعد ذلك عند يعني كوكو مرتين او ساو كوكو، ثم نفس الشيء عند اللاعب تورام. بالنسبه لافضل لاعب داخل هذا الباكج لويس دياز اربع مرات دون الاطلاع على احصائيته، ثم المره الثالثه والرابعه. بعد يا اخوان مباشره سوف نقوم بالرجوع واللف بميت كوينز او من اللفه المجانيه. بهذا يا اخوان سوف نرى اللاعب الذي حصل عليه من هذه الثغرة. اوكي اخوان، على ماذا حصلنا؟ على رافينيا كما ترون اخوان، يعني نسخة جبارة لهذا اللاعب، يعني سوف تحصلون على افضل نسخ هذا الباكج. اكتبوا لي في التعليقات اي لاعب حصلتم عليه من هذه الثغرة، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.